اهلا وسهلا مشاهدينا، صباح التواصل معكم عبر ودنا الحي والمباشر. ده شكلنا كمان لوحة الشروق الصباحية الجميلة. نتكلم عن الوازة طوالي، بيجي في بالنا مواسم الحصاد في النيل الأزرق. يعني الوازة عندما تعزف بيكون في ابتهاج وحماس كبير جدا من سكان المنطقة أو سكان القرية، وأيضا هي بتكون حماس كبير جدا لكل المزارعين. يعني نعم. الشيء اللي أنا عرفته يا أرلينا انه بيعزفوا على الوازه في ابواق الوازه هم 10، ولما تكون الصوت بيكون كده مليان، يعني بيكون قوي. في حماس كبير جدا من الاشخاص اللي موجودين. نعم، هي رمز سكان نيل الازرق الوازه. نشاهد هذا التقرير. الحياه مسرح، كل منا له دور فيه. هذا المسرح له أدوات متعددة باختلاف الدور الذي يلعبه الفرد. وحينما تتوحد الأحاسيس في لحظة ما وزمان ما ومكان ما، يكون المسرح قد اتخذ شكلا آخر من الفرح النبيل الذي يجسده تراثنا الشعبي بمحلية جيسان التي شكلت فرق الوازة أو الزمبارة لحظة إذن معنى جماليا تستجيب له الحواس وتتفاعل معه الدواخل بارتياح كهذا الذي نراه أمامنا. حياتنا السلام الاجتماعي فيها موجود بالفطرة، السعادة عصفور لا يهدأ جناحه تحليقا وتهويما وتطريبا لكل سامع على أنغام الوازة التي تمثل رابط إخاء ومحبة حينما يلتقي الناس في مناسباتهم الاجتماعية. حينما تأتي لحظة الانفعال الداخلي مع شعور نحسه وفق احتياجنا ورغباتنا مناجاة لحبيب غائب عنا أو أقلقنا ابتعاده منا أو اشتاقه كل نبض فينا، نتخطى حاجز السن والعمر، نجتر زمانا ربما يكون قد ولى بحساباتنا، ولكنه يظل يشكل حضورا ممراحا يكتمل على أنغام الوازة في فضاء للحب فيه مسرا ومرقد وسواعد تنشد عناقا لأرض حبلى بذكريات لن تبرح الذاكرة رغم الكلمة التي قالها الزمن في تفاصيل هذا الجسد. أن تعبر عما يعتمل دواخلك هنا شيء متاح للجميع في كل تفاصيل الحياة اليومية، ساعة للاستجمام والاسترواح، تختلف مسميات الآلات المستعملة للتعبير عن ذلك، ولكنها تلتقي في أنها تجمع الشمل وتوحد الكلمة والإيقاع الداخلي لمن جمعهم المكان وأتى بهم الزمان بمختلف دواعي القدوم. فهذه الجماعة التي تتعاطى الرقص على أنغام البالون جرو، قال محدثنا إنها كلمة تتكون من مقطعين باللهجة المحلية، بلو تعني الزمبارة ونجرو تعني النجارة، فجاءت التسمية مدمجة هؤلاء في هذه الساحة التي تضج رقصا وانفعالا ودانيا بما تصدره من أنغام. المرأة هنا لا تنفصل عن الرجل بأي حال من الأحوال، فهي معه في الحق، تشد من أذره وتهبه كل مقومات الاستقرار حفزا له لمزيد من العطاء والعمل، وتتزين له في إشارة إلى أن الدفء الأسري سمة لهم. تتنوع الإيقاعات في بلادي وتتشكل مختلفة من منطقة لأخرى، ولكن الحب يظل رابطا وثيق العرى، واضح القسمات يمشي بينهم في إباء وشموخ ومحبة.